نيجي للفترة اللي الأصعب في حياة أحمد زكي وهي فترة المرض، واللي كان أستاذ عادل حمودة مش بس بيتابعها بشكل صحفي إنما الحقيقة هو بشكل إنساني أنت كنت موجود فيها. الفترة دي كمان خلقت قصص كتيرة بينك وبين أحمد زكي. هو طبعا كان ما كانش بيسمح لأي حد يدخل أوضته غير بشكل يعني من غير استئذان، يعني تقدر تفتح الباب وتخش غير انا ورغده في الحقيقه. الصوره دي مهمه جدا في الحقيقه، لانه رغده وقفت جنب احمد زكي بشكل يعني هي كانت بترعاه كل يوم، وكانت الصبح بتيجي الصبح ومعاها انواع من الاكل اللي بترفع المناعه يعني. وكانت هي زي ما انت شايفه ممكن تدير الجناح بتاعه، تستقبل الضيوف، او لابسه مراية مطبخ، او أيوة بتقوم باعمال، كانت قدام الحوض بتغسل الاطباق. وبالتالي موقفها الحقيقه يعني موقف الفنانه الكبيره رغده، الفنانه الكبيره رغده بنوجه لها كل التحيه، يعني بنوجه لها بنوجه لها كل التحيه حقيقة. الفترة دي طالت قد ايه يا استاذ عادل؟ سنة. دي كانت في خصائص، انتوا كنتوا جايبين له هنا ايه، خبراء صينيين؟ كنت هقول لك انا، هو في كان في 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 مخرج صيني اسمه هانيان. هانيان ده شاب صيني اللي عنده مطاعم، سلسلة مطاعم. شخص ودود جدا. وكان اتخرج بعد السينما، وهو قرر انه يجيب مجموعة من خبراء الطب غير الشعبي او الاعشاب او الحاجه. وبالتالي بدانا احنا، هو كانت في اكتر من مشكله، انه ازاي نجيب لهم التاشيرات، ازاي نجيب تصريح من وزاره الصحه، مين يدفع التذكره. الحقيقه هو شال جزء كبير جدا من التكلفه الماليه، وانا توليت الاجزاء الخاصه بالتاشيرات وبين موافقه وزير الصحه، خصوصا انه كان الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحه كان من الاطباء المباشرين في الكشف عليه، والحقيقة أنه كان قادرا على التشخيص بشكل واضح جدا من أول يوم، وقال أن أنا أمام حالة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة لن تستمر أكثر من سنة. إحنا كنا في يناير 2004 وتوفي أحمد زكي في مارس 2005. تمام؟ يا خبر. قال لو نصحت المريض، لو أنا من المريض لا عشت حياتي بدون كيماوي، لأنه لن ينفع لا الجراحة ولا العلاج في حالة أحمد زكي.